السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد. معانا مجموعة من الكاستات والراديوهات ونشوفها مع بعض. ده راديو روسي أهوت، إطار خشب، عرضناه كذا مرة. ده راديو اسمه سيلينا، الموديل بتاعه بي او بوينت 215، راديو متعدد الموجات، إطار خشب أهو بني غامق. This radio is Selina, made in Russia, model B.250. اهو حالة ممتازة جدا، ده شغال كل الموجات. معانا أول مرة يجي لنا ده كاسيت سانيو اهو، الموديل بتاعه M394K، بنسميه أبو تويتر المتحرك عشان التويتر ده بيتحرك اهو، والناحية التانية برضو كذلك. ده راديو بتاعه متعدد الموجات FM وAM وSW، وطبعا شريط كاسيت. This cassette is Sanyo راديو AM and FM and SW and tape model M9994K made in Japan. معانا بعد كده ده كاسيت أيوة، راديو AM وFM وSW وشريط كاسيت أهو. ده أول مرة برضو يجي لنا الجهاز ده اهو. ايوه ده راديو اف ام وام واس دبليو وشريط كاسيت. الموديل بتاع الجهاز دوت اهو تي بي ار شرطه 200 اتش، تي بي ار شرطه 200 اتش اهو، صنع في اليابان. ذيس كاسيت از ايوه راديو اف ام اند ام اس دبليو ان تيب موديل تي بي ار داش 200 اتش ميد ان جابان، ذا براند از ايوه. معانا بعد كده ده كاسيت ناشونال اهو، ده يعتبر جهاز صغير جدا، سماعتين صغيرين شمال ويمين اهو. الجهاز ده صنع في ماليزيا اهو. الجهاز ده الموديل بتاعه ار اكس شرطه اف اس 21A اهو، ده راديو اف ام وام واس دبليو وشريط كاسيت. الجهاز ده بحالته الجديد اهو، حجمه صغير، بيشتغل بالكهرباء وست حجر قلم. This cassette is national model RX-FS21A made in Malaysia. راديو مالتي باند FM and AM and SW and tape. ده بيشتغل بكهرباء 220 و6 حجر قلم. معانا بعد كده ده راديو تيلي مصر NEC اهو. ده راديو طبعا موجة واحدة اللي هي الموجة المتوسطة الـ MW، بيشتغل بالكهرباء وبالحجارة اهو. الموديل بتاعه اهوت 6T شرطة 106 سي اهوت، ده صنع في مصر اهو. لونه ازرق اهوت او كحلي ازرق، في منه طبعا الوان كتيره جدا. معانا بعد كده ده كاسيت باناسونيك اللي هو الام 50، الراديو هو بحالته الجديد. الموديل بتاعه ار اكس شرطه ام 50 ام 3، صنع في اندونيسيا اهوت. راديو اف ام واي ام واس دبليو وشريط كاسيت، بيشتغل بالكهرباء واربعه حجر طرش اهو. This cassette is Panasonic radio FM and AM and SW and tape made in Indonesia model RX-M50M3. معانا بعد كده ده كاسيت الدومنا اللي هو فيه ال FM 546 بال FM اهو. الجهاز دوت اهوت موديل بتاعه RQ شرطه 546 FS، راديو FM و AM و SW وشريط كاسيت اهو. This cassette is national model RQ-546RS. ده 546 بالإف إم. معانا بعد كده ده راديو بحالته الجديد أهوت، اتجرب بس، راديو سوني بحالته الجديد أهو. ده بيشتغل AM وS W. الموديل بتاعه ICF شرطة 4800، ICF شرطة 4800، جهاز بحالة الجريد اهو بالجراب بتاعه. ده طبعا AM بس وS W اهو. طبعا الارسال عندنا ضعيف معذرة اهو. ده برضو نفس الجهاز بالظبط اهو، بس ده مستعمل يوزد اهو. This radio is Sony radio AM and SW model ICF dash 4800 made in Japan. The brand is Sony. معانا بعد كده دي ساعة، ساعة made in England، انجليزي اهي.
الساعة دي ماركتها اسمها جنرال، بتشتغل بحجر وسط اهي. دي حاجة بس كده تعتبر من الانتيكات، حبينا نوريها لحضراتكم اهي. الساعة شغالة وزي الفل اهي، الساعة 6 لـ5 دلوقتي اهيت. جنرال دي ميد ان انجلاند، ميد ان انجلاند انجليزي، ساعة حائط طبعا. معانا بعد كده ده راديو جرونديك اول مرة يجينا، اسمه ياشت بوي 360، ياشت بوي 360 اهو. الجهاز ده راديو اف ام وام اهو، بيشتغل بستة حجر قلم. الراديو اهو اول مرة يجينا. ذيس راديو از جرونديك راديو ميد ان تايوان، راديو اي ام اند اف ام اهو. من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. ريني تطمئن ده راديو زي ما قلنا، حبينا نوريه لحضراتكم. ده راديو جرونديك، الموديل بتاعه ياشت بوي 360، بيشتغل ب 6 حجر قلم. الراديو ده ميديم تايوان، صنع في تايوان. الجهاز بحاله الجديد اهوت، مع الجراب الاصلي بتاعه اهوت. ومع ذيس راديو از جرونديك راديو موديل ياشت بوي 360 ميديم تايوان، راديو مالتي باند اف ام اند ام اند اس دبليو. اخر حاجه معانا ده راديو ناشونال اهوت، ومعاه الجراب. ده راديو متعدد الموجات اف ام وام واس دبليو اهوت. الموديل بتاعه ار اف شرطه 766 788 ال اهوت، بيشتغل ب 4 حجر قلم اهو. الراديو بحاله ممتازه جدا، ناشونال باناسونيك. ذيس راديو از ناشونال باناسونيك راديو مالتي باند اف ام اند ام اند اس دبليو، موديل ار اف داش 788 ال، ميد ان جابان. جهاز اهوت سريع في حجاره. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض، ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم، ونتقابل باذن الله في فيديو جديد. شكرا.